للحديث عن أداء الأسواق ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة كيوتي. أهلا بك سيد رائد. أهلا وسهلا. بداية السيد رائد سنتطرق للحدث المرتقب وهو قرار الفيدرالي الأمريكي، برأيك ما هو المتوقع من هذا الاجتماع وكيف سينعكس على مستويات التضخم؟ تنطلق اليوم يعني اجتماع الفيدرالي الأمريكي لمدة يومين، ومن المتوقع بشكل كبير أن يقوم برفع أسعار الفائدة مرة إضافية ب 25 نقطة أساس وتقترب من مستويات 2% أو تصل إلى مستويات 2% بعد هذا الرفع. طبعا العوامل المشجعة على تشديد السياسة النقدية بدأت تزداد أكثر من الفيدرال الأمريكي، وبالتالي تزداد الضغوط عليه على الفيدرال الأمريكي أن يقوم برفع بهذا الاجتماع. طبعا النقطة الأهم من ذلك أنه ممكن يكون في عنا عمل رفع أكثر خلال هذا العام مما توقعه الفيدرال الأمريكي، وسوف يكون هناك تركيز على صياغة بيان السياسة النقدية وأيضا على الخطاب الذي يليها، لكن الأهم هو صياغة السياسة النقدية إذا ما كان هناك أي تخوف حول مستويات التضخم من الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون خارجة عن السيطرة. نعم. في ظل هذه المعطيات سيد رائد، نلاحظ الدولار الأمريكي يتحرك بشكل تصاعدي، برأيك هل سيستمر الدولار في الارتفاع؟ هل هذا يرضي الإدارة الأمريكية خاصة وأنه يضر الصادرات الأمريكية؟ يرضي الإدارة الأمريكية قد لا يكون ذلك في مصب أو في صالح يصب في صالح الإدارة الأمريكية التي تحتاج إلى أن يكون الدولار الأمريكي نوعا ما منخفض وأن لا يكون هناك ضغط كبير بالاتجاه الصاعد، ولكن الواقع الذي يعكسه أداء الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية التي يجب أن تكون متماشية مع معطيات الاقتصاد الأمريكي الإيجابية سواء معدلات نمو وما إلى ذلك تستوجب أن يكون هناك تشديد للسياسة النقدية وكنتيجة غير مباشرة ارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي. ولكن الدولار الأمريكي كان منخفض خلال التعاملات العام الماضي ككل بشكل تقريبا حوالي 10% إذا ذكرنا أمام اليورو على سبيل المثال، وبالتالي هناك إمكانية أن يكون هذا الارتفاع محدود لمؤشر الدولار الأمريكي عند مستويات 92 أمام السلة من العملات. نعم. نبقى في الشأن الأمريكي سيد رائد، والحديث عن ارتفاع القروض الأمريكية في 3 أشهر الأولى من العام الحالي لمستويات وصفت بالقياسية نصف تريليون دولار تقريبا، برأيك هل هذا مؤشر يبعث بالقلق نوعا ما أم أن الأمور تحت السيطرة كما يشير وزير الخزانة الأمريكية؟ بشكل طبيعي أن يكون عندي هذا الإقبال الشديد على السندات الأمريكية وشراء السندات الأمريكية في الوقت الذي يكون فيه عندي أساسا ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، ولكن النقطة الأهم من ذلك أن الاقتصاد الأمريكي أصلا ينمو بوتيرة جيدة نوعا ما، والنمو المتوقع أو على السنة الماضية كان تقريبا بحوالي 3%، فبشكل طبيعي أن يكون عندنا هناك أيضا ارتفاع في عوائد ارتفاع في حجم الدين الأمريكي، ولكنه كما ذكر فعلا هو تحت السيطرة للوقت الحالي. نعم. باختصار سيد رائد، كيف يمكن التعليق على تحركات أسعار الذهب؟ هناك ملياردير عربي ضخ الكثير من الاستثمارات في هذا المجال على اعتبار أن يصل الذهب لمستويات 1800 دولار، برأيك هل هذا وارد وفي أي مدة زمنية؟ وارد وبشكل كبير. الذهب عاد للارتفاع ويواصل الارتفاعات بشكل كبير، العودة التصحيحية الآن التراجع الذي نراه محدود ولا يزال هناك مستهدفات، لكن 1800 ممكن ما نشوفه خلال تعاملات هذا العام، وقد نصل إلى مستويات 1500 دولار للأونصة مع اقترابنا أكثر من نهاية تعاملات هذا العام. السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة AQT كنت معنا، شكرا لك. شكرا لك.